بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، وحاين لتشو شيخين الشيخ عبد الله حنبلي حاج عبد السلطان، وحاولنا نقل يا محاضرة دي أين والسجيني التجارة الرابحة، تجارة أن خسارها الهين. شيخ عبد الله حنبلي فليتفضل مشهورا وماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا ولالكين إنو شيغي كلمة دينو مانتا وحي كساب سنان دونتا أما عوان كيدو يهي التجارة الرابحة، تجارة أما قنعسيغا أن خسارها برهين. عوان كاس أيينو إنتي إلهي نكرسيو وحكشيغي دونا بإذن الله. التجارة الرابحة هي ذكر الله تبارك وتعالى. تجارة أنقول يفائد مؤقية أن خسارها لهين، وحسك إلهي سبحانه عز وجل. إلهي جيكو أبوري خالق أداءها، ربك أداءها، مالك أداءها، أمورها تصرف كودلها، رازق أداءها. الله سبحانه وتعالى نسيي وحكست او نعماء او اينو هيسنه، الله سبحانه وتعالى اي ننسوكو بكرين امان تيسا، الله حسوتان كيسا ايو ان لا شيك شيغو لا امانو لا وينيو لا قدريو. تاس ايا جناشيغا اما تجارة أنا لغو خسارين مدن إن أوقفكو حوق يمال بقليو وقتنا أوقليو. فما هو الذكر وما أهميته؟ ذكر محل يراهدا مهمت ديسس انتين لأكتهاي. جوابتا لبدا سؤالود أي عوانك محاضرة دينو أي نقندونتا بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الذكر والذكرى والذكرة سد حداث لفظيبا في اللغة العربية، وحال يراهدا الحفظ للشيء، شيء لحفظيه لحصوصتان ليراهدا، وهو ضد النسيان، وهو ضد النسيان. إن أوحله المامن، إن وحله المام عكس جدوية، إنا وحله المامن عكس كده ويلا حسوس نادو قلبي كان اللغه هيو. وحاك له او ذكر قال له يقانا وح الله وحي عربك قدر يرسدا اي عربك سومرنا ذكري ولا يراهدا. سيدو كلا ذكري وحال له اطلاقا او ذكري لا يراهدا كتابك هي صلاة هي الدعاء هي والثناء هي وقراءة القرآن هي والتسبيح هي والشكر هي والطاعة.
intaba waxaa la yidhaahdaa dikri, yacni qur-qur-aanka dikrigiisa, kitaabka qur-aanka magacyadiisa dikri baa ka mid ah. salaaddu waa dikri, ducadu waa dikri, ammaanta alla waa dikri, qur-aanka oo la akhriyo waa dikri, tasbiixda iyo shukriga iyo taacada oo dhan dikri bay noqonayaan. macnahaas waxaad ka helaysaa xagga luqada mukhtaaru sixaax ee safxadda 222 ayaad ka helaysaa. sidoo kale waxaad ka helaysaa lisaanul carab, macaajimta badankood haddii aad u noqotana macnaha waad ku arkaysaa. waxaa kale oo dikri la yidhaahdaa attakhallusu min alghaflati waalnisyaan, halmaan iyo in wax la hilmaamo oo laga dheeraado ayaa waxaa la yidhaahdaa dikri iyo xusuus baa la yidhaahdaa. shariicatu rabbina wuxuu dikri, waxaa dikri loo yaqaanaa tamjiidu llaahi tacaalaa, ilaahay oo la weyneeyo. hadda waxaynu maraynaa tacriifkii isdilaaxa sharciga. muslimiinta waxa ay u yaqaanaan dikri, dikri waxaa loola jeedaa tamjiidu llaahi tacaalaa wa taqdiisuhu wa tasbiixuhu wa tahliiluhu wasanaa'u calayhi bijamiici maxaamidihi, oo macnaheedu uu yahay ilaahay oo la weyneeyo, ilaahay oo la taqdiisiyo oo la tahiro, xumaan oo dhanna laga fogeeyo, ilaahay oo loo tasbiixsado oo iyadana la nasaho weeye, tahliisha oo laa ilaaha ila allaahu ah, iyo ilaahay in la ammaano laguna ammaano waxyaabaha uu noogu waxyaabaha uu mudan yahay in looga xamdiyo loogana mahadceliyo, in ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahaasi lagu ammaano ayaa loo yaqaanaa, ama shareecadu ay u taqaanaa, dikri ay u taqaanaa. alcallaama alxaafid ibnu xajar calayhi raxmat ullah wuxuu leeyahay dikrigu halkan waxaa loola jeedaa alityaanu bilalfaadi alatii warada altargiibu fii qowliha waalikthaari minha mithlu albaaqiyaat alsaalixaat wahiya subxaana allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar wama yaltaxiqu biha min alxawqalati waalbasmalati waalsaxbalati waalistigfaari wanaxwi dalik waadducaai bikhayri اdunya waalaakhira, ayuu leeyahay imaamku. wuxuu leeyahay xus iyo dikri waxaa meesha looga jeedaa alfaadda iyo erayada carabka soo maraya marka horena qalbiga ka soo burqaday, kuwaasoo la isku tirtirsiiyey ama la isku booriyey in la yidhaahdo, lana badiyo ku celcelinteeda iyo ku wardinteeda, kuwaasaa dikri la yidhaahdaa. tilmaamo iyo tusaalooyin buu ka bixiyey imaamku oo wuxuu yidhi waxaa kuwaasi la mid ah oo tusaale u noqon kara albaaqiyaatu saalixaat, oo uu sii sheegay oo yidhi albaaqiyaatu saalixaat, kuwa baaqiga ah ee wan wanaagsan waa subxaana allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar iyo wixii la halmaala, sida laa xawla walaa quwata ilaa billaah, sida bismi illaahi araxmaani araxiim, sida xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, sida istikfaarta siyaqeeda iyo alfaadda ay ku soo aroortay ee kala duwan, iyo wanaxwi daalika. sidoo kale wuxuu yidhi ducada oo lagu ducaysto khayr adduunyo iyo khayr aakharo dikri baa la yidhaahdaa. wuu sii waday imaamku oraahdiisii iyo maquuladiisii oo wuxuu yidhi wayutlaqu dikru llaahi aydan, waxaa kaloo dikriga lagu itlaaqaa almuwaadabatu cala alcamali bima awjabahu aw nadaba ilayhi katilaawati alqur'aani wa qiraa'ati alxadiisi wa mudaarasati alcilmi waaltanafuli bisalaah. imaamku wuxuu yidhi waxaa kaloo dikri la yidhaahdaa in la daa'imo, lana joogteeyo camalka wanaagsan, camalkaasoo isugu jira wixii ilaahay uu waajib ka dhigay oo farad ah oo in lala yimaado ay waajib tahay, iyo wixii uu sunneeyey oo ilaahay xaggiisa loogu dhowaanayo la iska ajirsiinayo, laakiin darajadii waajibka aan gaarsiisnayn oo aan la isu ciqaabaynin haddii laga tago
كاسا وحا اللي يراه هذا عمل كاسا وحا اللي يراه هذا سنة سيدا كاس وحا الله مدبو يري قرآن كأخرنتي أخرنتيسا إيا أحاديث أخرنتو دا إيا علمي قول لدراسي يولوغو مشغولو أي الله به كراب يري وعمل يعني قاركين واجب يهي قاركين أو سنة يهي سيدو كلا سلادها سنة دا إلهي سبحانه وتعالى اللوغو دواني اللوغو عبادي سنيو إيغانا ذكري والا يراه دا ذكري هدي أي نو إسلقراني أيها الإخوة ذكري أنك هدلينو وحا أغو فضل بغن أغونا نعفي بغن متك قلبك كسوغ أي عرب كان كدر إرسدي أي أغو قيمة بغن أغونا فضل بغن وليبا كواسو كمد أذكار النبي صلى الله عليه وسلم معلم هذه الأمة أذكارتي هي حسكي أوبري أمديسا كواسا أغو خير بدن أذكار تاسو قفك مركو شيغيو ومعاني ذو ذا هي مقصد كاللغالي يهي دنت اللغالي يهي قفك أو غرانيو أو يعني قلبي جيسا أي حاضر كتاهي مركو شيغيو ذكري نوع عاسى يا أقوف للبدن حسيتان كإلهي سبحانه وتعالى ذكري قرآن كو إلهي طبن وجي طبن سيابود بو أقوصو عروري قرآن كا مر مدى كوباد والأمر به مطلقا ومقيدا إن لا إس أمري ذكري وآيضها قرآن كا أي نفضلك يا أهمية ذكري أسو دليشان دونو أي أو جهداً طبعاً أن شيء إن آيات كفهمي دونتا قرآن كوثو ذكره كسو عروري مر إساقو الله إس أمري أمر مطلقة قول ليري إلهي حسا حسيتان أن حد إيا وقت تونا لهين مرنا إساقو مقيد أو كحيراً وقت أما عمل قوني كحيراً أي قرآن كسو عروري لابو النهي عن ضده من الغفلة والنسيان قرآن كوحو كسو عروري يضعو الإسكرب يو ذكري عكس جيسا أو هلمان إن إله إلا هلمامو يضعو الإسكرب يو ليسون ديدين يهي أيو قرآن كسو عروري صدح تعليق الفلاح باستدامته وكثرته ليبانتا الدنيا آخرة أو لغو حري هدبا دائم الدل دائم ذكري إلهي إيا هدبا إنتا أتكبت ستحسيتان كألة أي ليبانتا دا آخرة إيا مدى الدنيا بأي كحرانتهاي قاب كان قرآن كذكري وغسو أروري أفر الثناء على أهله داد كالذاكرين تا مروال بإلهي حساء قرآن أولا أمانين وكسو عروري إيا والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة إن لإسو الرمي أما لإسو الشيغي وحاء الرب سبحانه وتعالى الدياريي الدومدى إلهي حسيا أو شنأ إلهي شندي سهنقيو أو مغفرأه الدم بدافة إلهي هنو الدم بدافة شن الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره إن لا إسوى الرمي أما قرآن كاللغو الشيغي هلاقا يقول درادا وكسوغا يهي قفك كم مشقولة ذكرك أغم مشقولة وحكا لأغم مشقولة وحا أكو مشقولة يا أما الشيء مذموم ها هذا أو شريعته أي عيدي أما أكتر دنبكا أما شيء لتعيل يهي أو وحيابان مباحات كاهيسكا هادو وحكستو ذكرك إلهي كان مشغولينا قرآن كوالوغو الله إنو خسارة قفكاسي خسارة كسوغن يهي أرين كاسنا أو خسارة يهي أي قرآن كاللوغو شيغي لح أما وجه اللحاد أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم لهم الله سبحانه وتعالى قرآن كوحوكو شيغي عدي إساقا حستا إنو إيقنا حسي دونه والجزاء من جنس العمل أيا قرآن كاللغو الشيغي تضبو أما وجهك تضباد وحا قرآن كاللغو الشيغي الإخبار أنه أكبر من كل شيء
إن القرآن كان لغو شيء ذكره إنه يهي وحمد شيء مد والبكوين كان فضل بغن إنه يهي أي قرآن كان لغو شيء سيدات أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها ذكرك قرآنك وحوشيكي إن أعماش سوصوبا أردن لغو ختمي سورة الأحزاب آيات دي كتيرتي إن المصدقين والمصدقات إن المسلم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أعماش صالحات كهيد مركو هرانا واللغو فرفرتي ميلك له آيات داسنا مركي لختمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيها اللغو قبقبيي وأعماش صالحات كأها ذكر اللغونا فرفرتا وأعماش ودن بابا أما فعل أما قول قول إيا فعل كستنا وذكر لغونا ختمي مركا أيضا سقال الإخبار عن أهله أهل كيس إن لغو والرمي ومحال لغو شيغي بأنهم من أهل الانتفاع بآياته ذاتك آياتك إلهي هي تعاليم رب العالمين جل شأنه كو انتفاعي كفى إذا استي إن أيهين ذاتك أهل ذكرك وأنهم أولو الألباب دون غيرهم إن أيهين كو عقلك توصن له وحان إيجا هين إن أيسن عقل توصن لهين با مفهوم المخالفة لغا قرانا يا لغا فهم يا طبعا يوجيك قدام بيو أنه جعل إلهي سبحانه وتعالى ذكرك وحوكي لي مد قرين وما أدو أعمال أعماش الصالحات مد لفا قليي ومر والبا كل رن أيا لقد لقي وروحهان ولقد لقي أعماش الصالحات أعمال قاقاون إي أعمال توتوسا أو هيبد له أو نحر له أو روح له أي أكل بحدا مركز ذكرك إلهي أعماش الصالحات روح بو ايالا قيمة اي قدر ايو ايالا مركي ذكري قال لغا سيبو حصوص تا مركي لغا سيبا اعماشنا قفكي وامو اسكا فور فورارسان ايا اما وحبو اسكا اخرين ايا وحين اللامي تهي كالجسد بلا روح جسد ان روح لهين وكلا اي اعماشا سنقون ايسا روح وحو قيمة كلي يهي روح نكو يهي ان مركا اي نفتا كتيرتو لكن نفت مركي لغا سيبا ميد با ليراه دا نغا أسطورة إيا قدك نغا قليا موغيه وحكا لأ او دادك أكتو دا وكلي يهي ملي لكن مركي الروح دا جسدك كوچيرتو ننكا إساقا آوانين قيمة بدن واشيخ وقاري وانين ساسا روح دا أي جيركو روح دا أيو قيمة كلي يهي تسالها سي مركا وحائيا دانا نقونيا أعماش مركز ذكري قال لغا سيبو جسد أن روح لهين وكلا أي نقون إيسا أيها الأحبة في الله وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة حبين كستو حبن هذا كمدة عبادة مؤقتة أولا وقتيي أي دش هذا لكن ذكره وعبودية إلهي سبحانه وتعالى أدومديس وحيابها وكو أدوم صدي أيو ذكره كمد يهي وعبادة قلبئة وعبادة لسانئة وقلبنا وإلهي وعلاق حسا عربكنا إلهي وعلاق حسا إيادوس وقتك محدنا وحل أي كحران تهي ملي بل الله سبحانه وتعالى وحو أمري ذكرك إيا إن إساق اللحسو ذاتك إساق عابودية إيا ذاتك ربي تعال سبحانه وتعالى إلهي تعال وينيني إن أي حسان أي الله سبحانه وتعالى أمري في كل حال حالتك استا قياما وقعودا وعلى جنوبهم إيغو تاك تاكا إيغو ففديا إيغو دنع عوتي فبا انتبا والله أمري إلهي سبحانه وتعالى إني عابدان أو أي إلهي حسان ذكره حلاوة يددا أيو ليه هي معان بو ليه هي معان كاسة وحادة الدمية قفك التوحيد كالدمية ربنا الرب إنما أقري نبي محمد نبي النمدي سكمر كعي قفك إساقا أي إيمان كمعان كيسة الدمين كرا مركا ذكره حلاوة أيو ليه هي حلاوة ذاس يا معان كاس
oo cid ka deeqtoonta iyo cid ka maaranta aan la arag ciddii weyda macaankaas cubuudiyada iyo xusitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ladadiisa iyo dhadhankiisa ciddii weydaa ama heli weydaana waxaa laga xirmaaniyey ama laga hoojiyey arrin aad iyo aad muhiim u ah. Qaala xasanu lbasriyi raximahu llahu tacaala, alimaamu xasan wuxuu leeyahay tafaqaduu alxalaawata fii thalaathati ashyaa, macaanka cibaad cubuudiyada macaankeeda waxaad ka raadisaan saddex shay: fi salaa, salaada ka raadiya, wa fi dikri, xuska ilaahayna ka raadiya, wa fii qiraa'ati alqur'aan, qur'aanka akhrintiisana ka raadiya. Saddexdaas arrimood, macaan ka raadiya iyo dhadhan aad cibaadada ku raaxaysanayso, qalbiga uu ku degayo, qalbiga uu ku raaxaysanayo, aadna jeceshahay dhadhanka, saddexdaa arrimood oo kale ah salaada iyo dikriga iyo qur'aanka. Hadda u fiirso, salaaduna waa dikri, qiraa'atul qur'aankana waa dikri, dikrigiina gooni baa loo sheegay, waa liahamiyatihi weeye, ahmiyadda uu leeyahay iyo inuu isagu ka caamsan yahay labada kale ayaa meesha loo keenay. Imaamku wuxuu yidhi, fa in wajadtum, haddaad macaankii heshaan, fadaaka falamru waadix, arrinkaasi marka waa sidii la rabay. Wa ilaa faclamuu anna albaaba muqlaq, waxaad ogaataan albaabku inuu xiran yahay, inay wax si kaa yihiin oo qalbigaada uu qufulan yahay oo uu handaraab saaran yahay ogow, markaasi mushkilad kale ayaa ku haysatee oradoo dhakhtarka aad oo isi soo daawee, koob haddaad dabagadisoo damacdo inaad shaah ku shubto, shaaha ma gelayo koobka gudihiisa, maxaa yeelay koobka af iyo meel ay biyuhu oga shubmaan ama shaahu oga shubma ayuu leeyahay. Laakiin koob haddaad dabagadiso ood afka dhulka u dhigto ama miiska korkiisa oo aad istiraahdo biyo ku shub, wax suuroobaya ma aha. Qalbi xidhan oo owdan oo isagoo dhanba la qufulayna, xalaawad iyo dhadhan iyo cubuudiyo midna geli mayso. Haddaad macaanka cubuudiyada aad ka weydo salaada iyo xuska iyo qiraa'atul qur'aan haddaad ka weydo ood addoonnimo dhadhamin weydo, macaan iyo tumaaniinana aad dhadhamin weydo, qalbi albaabkaasi waa kaa xiran yahay ee oradoo isi soo daawee oo dhakhtar u tag. Waxyaabaha la isku daaweeyana culummada weydii, dadka cubaadda ah weydii, dadka xaaladaada mutakhasisiinta ku ah weydii, weliba u hijro oo min qaarad ilaa qaarad u hijro, raadi oo aad iyo aad isugu taxalluji, naf iyo nafiis iyo dhaqaalaba ku bixi sidaad isu daaweyn lahayd. Ayuha alaxiba, dikriga ama xusitaanku waa ruuxu lacmaali saalixa sidaan soo sheegnay. Fa idaa khala alcamalu can idikri, camalka haddii laga siiba dikriga, kaana kaljasadi aladii laa ruuxa fiihi, camalkaasi wuxuu noqonayaa sida jir aan ruux lahayn oo kale. Macnahaasi waxaad ka helaysaa oo ibnulqayim calayhi raxmatullaahi uu ku soo arooriyey fii kitaabihi madaariju saalikiin, mujalada labaad, safxada 423. bal walaalayaal, dikrigu waa afdalu taacaat wa acdamu lqurubaat weeye, ilaahay dhowaanshaha loo dhowaanayo iyo taacadiisa kan ugu fadliga badan ee ugu weyn weeye. inuu sidaa yahayna waxaa noo caddaynaya xadiidkii abidardaa radiallaahu canhu uu lahaa, qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, alaa unabbi'ukum bikhayri acmaalikum wa azkaaha cinda maliikikum wa arfaciha fii darajaatikum wa khayri lakum min infaaqi aldahabi waalwaraqi wa khayri lakum min an talqaw caduwakum fatadribuu acnaaqahum wa yadribuu acnaaqakum qaaluu bala qaala dikru llaahi tacaalaa. Sunanu atirmidiyi fii kitaab addacawaat oo nambarkiisa uu yahay 377 ayaad ka helaysaa xadiidka isaga ah. Kutub kale oo kutubta sunankana waa ku soo arooray xadiidka isaga ah. xadiidka macnihiisu waxa weeye, ayuha alaxiba,
نبي وحوي صلى الله عليه وسلم او امدا خير دمانت خير دمانتي انو اشيغ الله سو ديري شر دمانتي انو اغدقنا الله سو ديري وحوي ورما اذين شيغا او ما اذين ورما اعماشي نكن اغو خير كبدن اي اغو طهر نانت بدن عند مليككم يعني ربقين اعماش اعد قبن ايسان كان اغو تشعليا هاي ee ugu nadiifsan ma idiin sheegaa ugu dara xagga garaadaha iyo darajada iyo sawaabta iyo ajirka laga helayna ugu darajada badan ma idiin sheegaa ee mid idin kaga khayr badan inaad dahab iyo fidda aad sadaqaysataan mid idin kaga khayr badan inaad cadawgi ilaahay ee la kari waayay kalimada ilaahay inay kor noqotana diiday ilaahayna uu waajibiyay in lala jihaado oo lala dagaalamo si arintaas iyada ay u hirgasho cadawga inaad la kulantaan oo aad qoorta ka goysaan idinna ay qoortiina gooyaan ilaa meesha waa la dagaalamayaa oo khatiifad cagaaran la isuma goglayo mar haddii laba saf la isku hor yimid labada saf waxaa weeye waa la islayn dhiig baa meesha daadan qoor baa duuli gacan baa duuli seeftaa la iska asli ما إذين شيغابو ليا هي مركا النبي صلوات ربي وسلامه عليه وح إن هدينا النبي قال لك كلمتان أو آد إذين كان عدو قوره سبورتان إيغونا أي قوره نقران وح إذين كا خير بدن أرنكا إسجا أو صواب تلقاه ليو إن آد إلهي تشتكي سكوتشي هادان ليجينا ألا درتي أودادسان إذين كان ليجينا ألا درتي لوداديو صواب تأتيه ليسان ثواب كوين ميل أتكه ليسان ما إدين شيغا أرنكا قفك لوا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قالوا وحيدهم بلا رسولك إله يوم ما أذب كدا إن هذا النوشيغ وركيد الداية نوشيغ وي قال وحوير رسولك صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى إن إله إلا حسوي أيها الأحبة فضلك ذكري وحل سوك وبكرم معها آيادها قرآن كا يكسو أروري أما الشيغي ذكري إلهي فضلكيسة آد بي أبدايهين أحاديث الرسول كان صلى الله عليه وسلم ومتوافرة لبضو ضنا وحاو يمد والبوح كبدايهي إن لا حديو إن لا حددو أو هدى هل فدي إيو هل محاضرو iya hal muqula ama maqal lugu soo ururiyo arin waxa weeye suuuba iyo cadzi uu ku sugan yahay weeye bimaana waxa weeye aad bay adillada sheegaysa fadliga dhikriga iyo ahamiyadiisa aad iyo aad ayay u badan yihiin adillada noocaas ah marka dhikrigu marka uu noqday laakiin bandiirada ama shicaarka sadarada leh أما هرمود كطاعدة مركو النقضي أما النقضي منزلة الرئاسة بين القربات قربات فهي بها إلهي اللي قد دوادو إني لاما لامو يفروع كرليهين لكن رئيس كودو أو يهي ذكرك إلهي أرن كامركي عداتي أيو إلهي سبحانه وتعالى أمري أهل إيمان كإني ذكرك إلهي بديان إني إلهي حسيتان كيس أي بديان أيو إلهي أمري أهل الإيمان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كوا إيمان كالله ليو إلهي حسى إلهي سبحانه وتعالى حسوس بدن حسى وإلهي أهل مامنا وسبحوه بكرة وأصيلا التسبيح سدى إلهي و الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا قلب يا روربا ربي حس سبحانه وتعالى سيدوك لا إلهي وحويري إلهي وحويري آيات صدوفيري سمده آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر مطلقة وسبحوه بكرة وأصيلا وذكر مقيدة أو قلبت أرورتي يا قلبتي اللقو قيدي وي سيدا درادت بأهل العلم وحير هذان qofka muslimka waxaa laga maarmaana inuu wirdi aroortii iyo wirdi galabtii inuu leeyahay oo uu niska horena ilaahay xuso niska dambana ilaahay xuso
او حرسي حدو بلا يؤدن كحرسي حدو الله سبحانه وتعالى خير كيسية فضل كيسنا ويديستو إيا مالنتا إيا هبينكا بركات كود إله إنو أفر إنو ويديستو أي أهل علم سمين شرين نبينا صلى الله عليه وسلم أذكار بذن باك السقناتي أو قاركودنا أرورتي لأخريو قاركودنا قلبتي لأخريو وحانا ويا كل هذا وحالك الدوليا وسبحوه بكرة وأصيلا إلهي سبحانه وتعالى آياتك لو حوكوليه واذكروا الله كثيرا إلهي إن بذن حسى لعلكم تفلحون إن الليبان والليبان إنسان سياد الليباتان إلهي حسى ماشى النوى ماشي وجهي نوشيك يويه إلهي الليبان مدونيسا إلهي حس إلهي سبحانه وتعالى أمان إلهي سبحانه وتعالى وينيه إلهي سبحانه وتعالى وردي سكد دال قرآن كأخرنتي سكد دال الله سبحانه وتعالى حس أو إلهي حسيتان كيسا أفكا دي عرب كاريا قلبي قادة يوسن كم مرنين مركاسي آد اللي بانتو الله سبحانه وتعالى وحو آياتك لكويري فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى مركاد مناسكتي الضميسان ومناسكتي حجك إلهي حسا فاذكروا الله عند المشعر الحرام آياتك لأياء هيد مركا الله سبحانه وتعالى حسا حسيتان كآد آبيالكين إيا اللبدي والد فضل إذن كل هيد آد حسوسنتهين مد لمدة أما متكبدا إلهي حسا سبحانه وتعالى أو أشد ذكرا أما متكبدا أيو الله سبحانه وتعالى حسنا ليه حسيتان كان مركا ومد مناسك كاره إيو مناسبات قولي أكو قيدا ويه الله سبحانه وتعالى مؤمنين تصادقين تأيو تلمامي وأو دمعين النوشيق مدونيسان مؤمن كصادقة مؤمنة صادقة مدونيسان إنا دوغاتان مركا لسان الحال كددك أوليه نعم يا ربنا إنا أغانان دونينا إلهي وحير والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكوا حسيتان كاللبضية إيه 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 كوا الددقة أعد الله الله سبحانه وتعالى وحو الدياري كوا لهم مغفرة تنبو الدياري أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إيه أجر آد أوين أي رب سبحانه وتعالى وأدياري الإمام القرطبي عليه رحمة الله وحوليه في بيان معنى الآية الأولى آيات دهر إسقوا تلمامي وآيات دي أهيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا معنى هذا إسقوا عدين يوحويري أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه ويكثروا من ذلك على ما أنعم الله بهم عليهم وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد ولعظم أجره فيه الله سبحانه وتعالى وحو أمري أدومدي سإني حسان أي أمهد عليان أي بديان حسيتان كأي شكرك أي بديان إلهي وحيابها وقل نعمي النعمة يقعوا في رنيا ربي سبحانه وتعالى أرنت أسنى وأسهل أدوم ديسة ونأفذ ذي حدنا أميير سببت أن حد اللوغيير لون عسلين وحاوي أجرك كتر فرب نديسة وي الجامع لأحكام القرآن مجلد أفر يتبنات صفحة بقول يتضبات بقول يسغاشا يتضب آيات كهليسام تفسير كاسي تفسير كالإمام القرطبي الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وحوليه يقول تعالى إلهي وحوليه آمرا عباده المؤمنين الدومدي سمؤمنين تأسوا أمريو كنا أمريو بكثرة ذكرهم لربهم تعالى تبارك وتعالى إسقوا كأمريو بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآل تفسير القرآن العظيم مجلد سدحاد
سبحذا تضبط بقول يسديتا يتضبط معناها تفسير كاسي وحاوي ابن كثير الله وحو أمري الضوام مضى مؤمنين تا إني حسك بديان وردك أي بديان قرآن أخرسك أي بديان ذكرك أن صور شيقني وأن صور تعريفني إني بديان بالله أمري ربي قول حسك أي حسيان أي بديان محايا إلهي وكان أقول نعميي نعموين كان نوعيض بدن أكل الدوان سيدو كلا وحالو يري هكود ذال الحسيتان كألا إلهي وحو أقيهي ثواب تأي كهل دونان وين كذا يقيم هذا إيوه وحال لقيه لدونه أو مسير كي يمآل كنقون دونه قروح ديسة يسوغ إلهي أق أيو شقا أوغر ديجي كنا خساري مايان إلهينا ثواب إيو أجر قيمة بدن أي كهليان سيدا درادت بالا أمري وقارنا واجب لوغر ديجي حسك ربي قارنا لوغر ديجي سنو مركا وحاوية أديجا إيو هدبا ماشا آدد معضو هدو إناد النقطو أديجا وحاوية هدبا أجر كآد ربط إنتو ليجي هاي حسيتان كادا هنقضوية وكذلك ابن قيم رحمة الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هون حريست إساقا إيا أئمة الهدى به وحويري ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه طرفة عين آيات وحاكوس وغنبو يري إن أضومد إلهي لأمر حسك ربي ولبا هلا بديا ليري سي أدقنا الله لها اللي محايا لي وحا إلهي أقيهي دمت أدق أي كتير تأرين تاسيادة إيا أدون كباهدة وقبو حسك ربي سبحانه وتعالى إيا إنوستن البرقسنا أوسن كمار من حسك ربي سبحانه وتعالى أيا ماشا كتير تويي ويؤيد ذلك معناها وحسيحو تنيو قرب سينيا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبا هريرة كوري النبي صلوات ربي وسلامه عليه وحيري سبق المفردون وحاهر مريد كوى مفردين تأى قالوا صحابة وحير هذين وما المفردون يا رسول الله مفردين محال إذا هذا النبي الله قال وحيري الذاكرون الله والذاكرات وكوى حسيتان كبدا وثيقة يعني لقاء وثيقة المبالغة هل مرب إلهي حسين معها اي وحاوي كوح سد بدن او حسك الرب كوح العلم بدن ان كان نوغين او ان كدالين وي مفردون وحال إلى هذا كوا هرمري اي هرمر كان الدنيا دا اي آخرابا كو هرمري ليل فقنا كقاري وحاوي الكوا مفردين تلا إلى هذا مفردون محال إلى هذا النبي مركي اللو يدينا وحوكو جوابي الذاكرون الله والذاكرات وكو الله حسيتان كي سب بديا كعل عليوي صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم كلبكن لح بقل يتضبات يلح آياته ليس حديثك معنيه سا سيدو كلاولا ليال ذكرك أهمية ديسا يقيمه سا الدلة النوت الماميسا وحاكم إذا إنو النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث المتفق عليه إنه بكت المامي قفك الله حسيا يقفك أن إلهي حسين إن أي سلم ديهين قف نور يقف ميت أين لم ديهين وكره نبي وحير صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت يا لها من عبارة عجيبة إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد شرفتي سهكر ليو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثك وحنو شيقيا قفك إلى ربك حسيا إيا قفك آن حسين وحي لمديهين سيدا مد نول إيا مد بنت أي إسيهين وكلا وإيا أي إسيهين حديثكنا ومتفق عليه سيدا وكلا ولا الليال حديث القدسي وحو ربك انكويري صلى الله ربك انكويري عز وجل والنبي أن كسو وريه صلوات ربي وسلامه عليه إنه إلهيري أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. صحيح البخاري. أي حديث حديث القدس كنت سجني هاي إلهي وحولي هاي أنا قاعد بقى الضون كيجا وحاء يقف الشه أيان أكتي سأهاي وحو إقام ملاي سنة أيان سينة ياوية معنى هذا مركز سنة معي سأيانا بالعلم والمراقبة والإحاطة والتأييد بان معي سكوهاي. وإذا ذكرني هدوئي حسنة ذكرت ذكر وإن ذكرني هدوئي حسنة ذك فإن ذكرني إذا ذكرني هدو إحسو أنيقنا النفط هدو إساقو أوكليقيا إحسو أنيقنا وحاوي أنيقو أوكليقيا إيان حسيا هدو إساقو مجموعة لتشوق إحسو أو معناها وحاوي حسيتان كيسي ودتك لقارو أما دتك لأي مرخاتي أغن نقضان أو أمانتي إلهي وأماني إيو تقديسين تي إلهي وتقديسين أي أي دتك لمغلان أما ودتك لمرقلي أما أي دتك لكبرتان أنا جنا وحولي ذكرته في ملأ خير منهم أنا جنا جماعة كلا يدت كلا أو يسقى كوا الله شو كخير بدن أيان أكتر هذا كحوس الدونا الدون كي جه دو يسوع دواده أو حاجة يجا سوء هذا تا كإن لقى أنا جنا وحوي باع أما ضدن إن لقى أيان الدوانا ياوي إلهي سبحانه وتعالى الرنكاسي ومن كرمه وفضله وإحسانه ماها إنو كوكس بيهي أما ماها إن حسيتانك آن حسني أي أودي كانت حسيتانك أون حسيه أما ماها دواشان حق الله أودواني إن أودي كانت دواشاه حق إن النوسو دوانيه لكن إلهي وكريم الله سبحانه وتعالى وشكور وحميد الله سبحانه وتعالى ساس فضلي يا إحسان حقي سكاء هذي أيو سيدا أويلي يا ربي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة ذكرك إلهي أول حصه قلبك يا اللسان وذا سعودنا اللقى حصه وحي لبلابتا أجرك أعماش صالحاتك أيي لبلابتا قلبك وحاوي قلبك إلهي واللقى حصه عربكنا إلهي واللقى حصه لكن ذكرك دميس كثيرا وامدك عربك يا قلبك بأي وذا السعودان إذ معاني ذا ذكرك الدمين يسو قلبك أذن تأثيرك أي كل ريب يسو كاسا أقوق إيمها بدن سيدا عن صور شاكني. أيها الأحبة ذكرك عن صور شاكني فوائد أروف ربضن وأن لسوكو بكريم بوليه سيدا أو شاكي الشيخ الإسلام ابن تيمية وحوير الذكر للقلب كالماء للسمك ذكرك قلبك وحوئيه قلبك حسيتانك قلبك وحوئيه سيدا كلونك بيها ويهين أو كلا فكيف يكون حال السمك كلونك حالة ديس سيدين قندونتا إذا فارق الماء هدو بيوايو كلون حالة ديس سيدين قن لا شك إنه لمنيو لا شك إنه معرتيي قلليو لا شك إنه أوميو لا شك إنه مدير أو جابن كذب لمن يشك كم تشره قلبي جنا هدو حسك إلهي موجاد مدو أو كفوجادو إسنوات لمن يا سدا أيو شيخ الإسلام ابن تيمية. أيها الأحبة حسيتانك إلهي سبحانه وتعالى أبو بكر سقى الله رضي الله عنه وحيري ذهب الذاكرون بكل خير كو إلهي حسيي خير أو لن بيلتجن معاذ ابن جبل رضي الله عنه نوحوير ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ابن آدم عمل مصميه عمل كاسو أو ككرم بدن عذاب كإلهي ككرم بدن ذكر كإلهي معناها وحاوي ابن آدم كأعماش أو سميه أو أما شنك دونيه أما عذاب إلهي إنه أغبت بعد أو دونيه والله بضع أرين اللون وليهاي أما الدنيا ذا اللو تشوغي عذاب لغبت بادو أو عمل عذاب لغبت بادو عمل كوان أكسن ذكرك إلهي ما شرأ يوليهاي ننك اللي إصحابك اللي إرادة معاذ ابن جبل
سيدوك ابن مسعود وحوير في قوله تعالى مركو فسره اتقوا الله حق تقاته إلهي كبق عبسدي سدبتا وحوير أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وإن إلهي لا أطيعه وأن لعاسن وإن إلهي لا حصه وأن له المامن وإن إلهي لقم هديه وأن لقم قالوا بن أيو يري مصنف ابن أبي شيبة مجلدة الضباط بقول إيا اللح صفحدة آيات كه ليس سيدو كلا الله سبحانه وتعالى وحو الأماني أولو الألباب كه إيا أصحاب العقول النيرة أيو أماني وحونا كو أماني شوكتين تأي شوكتين ذكرك إلهي حالت كستوي كسوغيهين إيا سكستويهين قال تعالى الذين إن الذي إلهي سبحانه وتعالى وحوير الذين يذكرون الله يذهب براء سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وكو إلهي حسة إيغا أو تاك تاكا إيغا أو فردية إيغا أو دنع دنع أيو الله سبحانه وتعالى يري مفسرين تقاربا كفسري حسيتان كان لغاها الله يوا صلاة دا أو صلاة دا سين اللوغة متكي كرو هداد أودنا إستا كتوكو هدادا كتوكا كرينا فردي كتوكو هدادا كتوكا كرينا تشيفكو كتوكو قاربا سيدا كفسري لكن لا شك تفسيرك أورانيا إنو ذكرك إلهي عاميهي صلاة دون أي ذكرك إلهي كمتهي كاس أيا كسي حوق بدن ويهي سيدوك الأولى الليال نبي با أويمد نبي قوحا أويمد نين سحابئه نين سحابئه أيا نبي سؤال ويديي وحونا كعط صدي إنو تصيوه عمل أو كدقو أو إلهي سبحانه وتعالى أقدواده يوحون كهنوني النبي ذكرك إلهي سبحانه وتعالى عمل كلام مشيق لكن وحويري حصوصة إلهي يذكرك إلهي بدي سحابي قاسي سقع وحوي النبي وحويري صلى الله عليه وسلم وحاوق ورنيا أن رجلا قال يا رسول الله نبا وحويري إلهي رسول في سيو أن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به إلهي رسول كيسيو شراع عدي إسلامك حوغي وإقبط بضطي أما وان كلا وإنان كلا حصوصته مسكح ما أن هيو أي وحاد إيشيكتا هل عمل أو أن كدقو إلهي نأقود واد سبحانه وتعالى أو أن آخرية الدوم بكل إبانه نبي وحويري صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عرب كذا يوسن كزول إن أويهي مدقوي كقويا ذكر إلهي أو إلهي سبحانه وتعالى حسيتان كيسة أمان تيسة إيا ورد كيسة أفكها كقادم وي سنن الترمذي بحديثك سؤروري رقم كيسنا وصدح كن صدح بقول إيا تضباطا إيا الشن أيها الأحبة ذكرك قيمه سي شرفتي سو حيابها النور شيغي وحاكمده إن إلهي سبحانه وتعالى أمري أدومدي سمؤمنين تا إنيسا ذكرك إلهي وحك لأغا مشغول وحاسي أدو دونها النقض وحا أي وجع اليهين وحي هايستان أو أه حولها إي عرورتي يا أولاد حتى كوا إنينا أغا مشغول ذكرك إلهي نكم مشغول أي إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تأمري قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كو إيمانك لقه ليو يينا إذن كم مشغولين حولهن إي عرورتين إلهي حسيتان كي سييسا إذن كم مشغولين قفكي سدا سمينا وخساري وتعب كيبا بآيها أغادو أيو إلهي سبحانه وتعالى ليهي مركا حولها إيا عرور تواح لغاك عليهي ملي كواسا لديده يو ليري إلهي سبحانه وتعالى حسيتان كي سييسا كان مشغولين محاد أمالين إيسا وحكا سوكينا مركا
ama wax ku waa ka raqiisan shaqo iyo mansib iyo meherad kale iyo waxaas oo dhan maxaad moodaysaa iyaguna waa min baabi awlaa inayna kaa mashquulinin xusuusta ilaahay xuska ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maxaa yeelay oo aan ka qaadanaynaa aayadda walaalayaal ilaahay jacaylkiisa maxabbatullah waa muqadamatun calaa maxabbati alghaali waalnafiis wax kastoo agtaada qaali ka ah ama xoolo dheh ama caruur dheh ama waxaad dooni dheh ilaahay jacaylkiisa ayaa waxaasoo dhan ka horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noo sheegay kuwa alle subxaanahu wa tacaalaa hilmaamay isagana inuu naftooda hilmaansiiyey ayuu noo sheegay markay ilaahay hilmaameen ayaa oo dikrigii ay ka tageen oo ilaahay ileen dikrigu waa diddan nisyaan baa nidhi markay allah xusi waayeen ooay alle iloobeen ooay hilmaameen ayuu alle subxaanahu wa tacaalaa iyagana maslaxadoodii iyo naftoodii uu ilaahay hilmaansiiyey waalciyaadu billaah qaala tacaalaa walaa takunuu kaladiina nasu llah faansaahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun war ha noqonina kuwii ilaahay hilmaamay oo kale ha noqonina ilaahay hana badbaadiyo kuwii ilaahay hilmaamay oo kale ha noqonina oo iyagana uu markaa naftoodii halmaansiiyey halkaa waxaad ka garanaysaa walaalayaal qofka hadduusan shareecada ilaahay ku taagnayn tacaaliimta diinta uusan ka shidaal qaadanaynin uusan ka duulaynin maslaxo addiinna ma garanayo maslaxo dad kalena ma garanayo xitaa maslaxada naftiisa iyo dantiisa ma garanayo maxaa yeelay ilaahay oo la halmaamo subxaanahu caza wajal waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad naftaada hilmaanto oo aad moodayso meelo lagu jimicsado inaad tagto iyo inaad murqahaada weyweynayso iyo inaad gurigaada qurqurxiso adiga oo ku qurxinaya xaaraam iyo ribaa iyo wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn iyo waxaad si khiyaano ah kugu soo galay inaad moodayso waxaasi inay qurux yihiin inaad moodayso arrintaasi inay qurux kuu ziyaadinayso laakiin xaqiiqada waxaa weeye maslaxada naftaada ma garanaysid haddaad maslaxada naftaada garanayso awaamirta ilaahay baad u hoggaansami lahayd si aad u badbaado aakhare iyo adduunba badbaadada ilaahay aakhare iyo adduunba waxay ku jirtaa jidkiisa oo la qaado iyo shareecadiisa oo gacanta lagu dhago ayay ku jirtaa ayuha alaxiba ilaah dikriga qiimihiisa iyo fadligiisa waxyaabaha inoo sheegaya waxaa ka mid ah in dikriga oo la badiyo uu yahayba inaad ka aamin noqoto nifaaq waalciyaadu billaah isaga oo xuska oo la yareeyo ama laga tagoon ilaahay la xusinna inay munaafiqnimo tahay ayuu ilaahay noo sheegay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum wa idaa qaamuu ila alsalaa qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila kuwa munaafiqiinta ah kuwa uurkagaallada ah ilaahay bay khiyaanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa bay khiyaanayaan isna uu alla subxaanahu wa tacaalaa wa aljazaa'u min jinsi alcamale iyaga unbaa naftooda khiyaanaya khiyaanadii iyagay la soo gadoomi wa huwa khaadicuhum iyagana tacabkood baa ba'ay oo way khasaarinayaan markay iyaga khasaareen ayaa la khasaarinayaa markay khiyaano la yimaadeen ayaa la khiyaanayaa oo ilaahay iyagana waa arrinkaas isagaa wa aljazaa'u min jinsi alcamal uu oga dhigayaa ilaahay marka kuwaasi inay khiyaanayaan ayay moodayaan mana khiyaani karaane naftooday khiyaanayaan wa idaa qaamuu ila asalaah salaadda markay u istaagaanna umaba istaagayaane laakiin markay u istaagaan qaamuu kusaalaa iyaga oo wahsanaya iyagoo caajislowyaala iyagoon salaadda rabin iyagoo meelaha fiirfiirinaya iyagoo salaadda ku gabanaya oo muslimiin hala idin moodo leh oo ka cararaya in dhiiggooda la daadiyo ama ka cararaya in la ciqaabo ama ka cararaya in la yidhaahdo waa munaafiqiin ayay waxaa weeye istaagayaan oy tukanayaan dadkay istusayaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa walaa yadkuruuna allah
إلا قليلا من حسيان إلا إن يرمو قيا كتابا أخرني وحن ملينا يا إنوها الإمام القرطبي عليه رحمة الله مصهب إن شاء الله وانصوفي رندونا وحاوليه وحاليب له إنو وحاليابا قفك إنو إسويديو هل ذكر الله فيه شيء من القليل حسك إلهي ما يران ما يريس بوليه ومحالوليه منافقين تو إلهي إن يرمؤقية محسان محالوليه وحالوليه إلهي ذكر جيسي يريس مقلو يران مقلية معنوه وحاويه ولا يذكرون الله إلا قليلا حتى حسيتان كان إلهي حسيان حسيتان صح معها وحسيتان وكل هيا استطس إيو إسلويني إيا النفاق وأن أصلهم بحس أهين كاس حتى لصدي سمبضين أيان كاس ويا مركة متكل ليها ويريها إي إلهي الله حساهي وحير معها ولا يذكرون الله إلا قليلا كعب ثليه رحمه الله تعالى من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق إلهي حسيتان كيسا ننكي بديا وحو بري كنقنا يا النفاق إيا أورك قال لهم والعياذ بالله سيدوك لابن قيم عليه رحمة الله وحوليه من علامات النفاق على مدها اللغوغر منافق نمدا وقلة ذكر الله عز وجل سلم يا رب سلم يا رب إله النبد بادي إله النبد بادي ابن قيم عليه رحمة الله وحوليه عالمك من علامات النفاق على مدها اللغوغر منافق وحاكم ذا قلة ذكر الله عز وجل إلهي عزيزك إيوين إيواحيك أدومدي سكأدك إنو يري حسكيسة وكثرة ذكر هنا أمان من النفاق حسك إلهي أول بدينا وحي الدليل أتهي إن إلهي سبحانه وتعالى وكام مغنقليو نفاقه أيها الأحبة وحن كسو قبينينا إن أينو سي سردنا أما أينو شاقنو سد المرأة أينو شاقنو فإيدوينك إلهي ذكري جيسا لغا دحلو وقار بضانو كم إذا آن شاقني لكن وحن كسو ختمينا إلهي أول حسو يورث محبة الله وحيكو دحل سينيسا إلهي تعيل كيسا إيينا الإساق أدواتو إلهي إنو كارا للنقضو وقال إلهي مراقبيسو إلهينا تكهي بيستو إلهينا ذو النقطو إلهينا ذو استغفارستو إلهي سبحانه وتعالى إنو كوغو كالمي طاع عديس أيكو دحل سينيسا إلهي إنو طاع عديس كوغو كالمي وكوغو قرب سيو ربي سبحانه وتعالى كنكر سيو أيكو دحل سينيسا لابو وحيكو ذكر إلهي وحيكو دحل سينيا أما ذكر إلهي يزيل الهم والغم عن القلب همك إيو والولك إيو والبهارك إيو غمك أي قلبك كفيدا وحونكينا وأسوتيتا فرحة إيو السرورك ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلهي سبحانه وتعالى آية ظفر ربضا أيو كشيقي من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلا نحيي أنه حياة طيبة إلهي سبحانه وتعالى وكيلها حسك إلهي وحوكينا إلهي أول حسه وحوكينا إن قلب إن أتفرحضه وحوكينا إن نلشكو معاناته وحوكينا إن أود عافمات إيا أود إيمان إيا إن شاء الله أود جسد إن أدهشه أي يكون كينيسا إلهي أول حسه محايا لي والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أدونك وحو كحوك بديه وإيمان كيسة إيو إنو اعتقاد كيسية وحو آمن سيه إنو بوره كتشيره وعيد أبوعدك تلوايو لباتذن إيو قضحذن إيو قحنديذن الدنيا تالنا أو إساقعليو أو كتشيره أيا إيمانك أو كنسنيا مركة إلهي حسيتان كيسنا إيمانك أدو كبعينيا قلبي قادنا فرح إيا السرور إيا الرين رين أيو قلين إيا والولك إيا والبهارك إيا إسلا هذلك إيا بوفسك إيا تشنك إيا إنسك إيا إشا إيا وحا صدرنا إذن كإلهي ويكوزوليسا
هذين أين كهيننا وادسجا إلى لنا إسأم وإلهي بكاجا إلى لنا يئذنك إلهي حسك إلهي سبحانه وتعالى وداو قلبك أوهل يوي إلهي نوح مركز إن إلهي الله المامنا وشروي مركا إلهي أول حسو من عافمات قبات كن قريسا إلهي الله المامنا من بكان صعدا أو شرن بعد قريسا أو بكانا سيدو كلا سيدي هدان شيغيني إلهي الله حسو إلهي الله حسو وحي دليل تهقف كاس إنوسا المنافقهين إلهي حسيتان كيس الله يريينا وحي دليل تهي قفك النفاق ينمش إنه كتشرو أي إيادنا أي أي دليل النقريسة بإذن الله تبارك وتعالى مركا إلهي سبحانه وتعالى أول حصو وحي سبب تهي إنه أدنى إلهي كم مكانيو مركا أدبات تدا أد كتشرتو مركا أدبر واقضة كتشرتو إلهي هداد حصتو مركا أدبات تدا كتشرتو أدنى إلهي كحصيا أو كبدادنيا خاصة عند سكرات الموت markay geerido halka dhunta aad timaado oo caafimaadkaada la isugu yimaado oo ay naftii qarqarisada timaado oo dhibaato dhan ay isugu ka timaado allahna badbaadiye xuska ilaahi markaas aad ku badbaadeysa oo aad cadaabka ilaahi uga badbaadeysa xuska ilaahi wuxuu keenaa oo uu soo dajiya sakiina wuxuu kugu daboolaa raxmadda ilaahi waxaad ku xaq ku istighfaar dalbaysa oo ilaahi dambidaaf ku waydiinaysa ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى أياد دم بداف قود البيسة ومركز حسك إلهي كم مشخوش قود إلهي وين يسوي حسيتانك إلهي وحي داو أتهي إنو عرب كذا كم مشخول اللغوية هي غيبة هي حنتا نمي مدى ضد اسكدر درك وي دانتا هي منكراتك هي فردك درك هي دل عليتنك هي قرون كاسودن أياها داد إلهي حسته ود قرآن آخر إسكب بديسه، ود وردقة بديسه، وأذ باقيات الصالحات أتكوع العليسه، أن الشقة كدقته، وحد كبد باديسا، عرب كذا وحو كبد بادي يا لغوي، وحو كبد بادي يا حن، وحو كبد بادي يا إسكدر نميم نمو، إيو دتكو الله إسكدر ديرو، أما تفتف نمو، وحو كبد بادي يا بين، وحو كبد بادي يا مكروهات أردن. وحو كبت بادا يا محرمات ودن إذن كإلهي تبارك وتعالى ذكرك إلهي عبادوين كإلهي كوا أقوف ضدوي قارنا أمباهنا دياردنا أمباهنا حولنا أمباهنا قلبك أود إلهي كحسته عربك أود حوغي يرنق دقاتيسه أمبو كاربا قفك استو تيرن أي الله حسكرا قفك استو حوق بدن وعافمات قبا أي الله حسكرا مدك استو فقيرة أي الله حسكرا مدك استو غني هو تاجر أي الله حسكرا مد دين لقوليها إبا الله حسكرا مد مشقول سن إيا مد فراقها إيا انت بإلهي سبحانه وتعالى ويحسكران مركا ذكرك إلهي وعبادة إلهي كوا أقوف فضل بضن كوا أقوف فضل وانا كوا أقوف فضل بضن أقوقي مهب بضن وهي ذكرك إلهي وثوابتي سمركي لأيغنا وثوابها إلهي أبحي كوا أقوقي مبضن وهي حق عليس كي سهد إيو تكلفة دي سهد داركتنا وكوا أقوف فضل وهي وذلك فضل الله إلهي سبحانه وتعالى با فضل قاسي ديري قاسنا إسكاله وكما هدسن إنا نقم هد علنا ونكو أماننا وان إلهي سبحانه وتعالى كعل علنا ما هد علنتي سي أمانتي سنة وإنا قم مذيه ولا الليال ذكرك إلهي سبحانه وتعالى ما لنت قياما رب حسن إيسا ذكرك إلهي سبحانه وتعالى وحو واجبنا يا إلهي سبحانه وتعالى إنو أنك حسو ملائكتي سويني كحسته إنو الله سبحانه وتعالى كوغفانه ذاكرين تإنو أغفانه الله سبحانه وتعالى ملائكت إنو أغفانه أي كين إيسا ذكرك إلهي وأفضل الأعمال أفضل الأعمال وحوي أكثرهم فيه ذكرى أعماش الله أغفر للبدن كوة هدباء حسك إلهي إي أسماء إلهي إي إلهي يعني كحجنان تيسا عمل كاي أغفر بدن تهي عمل كاوي عمل كا أغفر للبدن أعماش لقبته أيها الأحبة وحاني سدر دار مينا مركة تجارة داس إي قنع سيقاس أن خسارها لهين أن تكلفة أباهنين إي سيدا أفضط إنان كد ذال أيان سدر دار مينا أن حسيتان كإلهي أنبضينا ذكرك إلهي إنان بضينا أيان سدر دار مينا
إلهي سبحانه وتعالى وحن كعصنين إنه نقدر من الذاكرين والذاكرات إلهي وحن كعصنا إلهي وحن كبرينا سبحانه عز وجل إنه نقمت ديقو من المفلحين الفائزين كوى الليباني قوليستي إنه إلهي نقدره أيان الله ويدي سنين إلهي وحن كم مقنقلينا إنان هلمانه إلهي وحن كم مقنقلينا إنان مصلحة نظا هلمانه إلهي وحن كم مقنقلينا إنه نقرنسيه نقونا كالميه نقونا دوه إنان إساق حسنا أيان الله كم مقنقلينا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنين خير الدنيا والآخرة خير الدنيا خير آخر سيدوك لو حان كم مغنقلينا شر الدنيا هي شر آخر أيان كم مغنقلينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم ألف بين قلوب الصوماليين اللهم ألف بين قلوب الصوماليين اللهم ألف بين قلوب الصوماليين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخ عبد الله الحنبلي الله سبحانه وتعالى أقول صلى الله عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله كرفيقا الله سبحانه وتعالى أكو حفتي أدقي قويس كاقبة أنا الله سبحانه وتعالى هنقيا لكو ولي كو عمل فرا الله سبحانه وتعالى هنقيا لوداكرين الله كثيرا وداكراتي أعد الله لهم مغفرتي وأجر عظيمة الله سبحانه وتعالى محاضرة قيم كائن نوتشي سي التجارة الرابحة تجارة عن خسارة اللهين الله سبحانه وتعالى أننا نقبل باديو أنا نسي من لبيتي وسي صهيب الرومي وكن نبي ربيع البيع يا أبو يحيى ربيع البيع يا أبو يحيى الله سبحانه وتعالى صهيب الرومي وكل ربي هالنقية له إن ما شاء الله إخوة الأخوات إذا كنا الشيخ أسود دعية إن الله سبحانه وتعالى وحفتيه إن الله بركيه إن الله سبحانه وتعالى يسقي قيسكي سبا وبركية وسودعية إن شاء الله والحمد لله هذه لسواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل.